فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع، الحديث، هل ما يعيش المسلمون، هل الذل الذي نحن فيه هو سببه ترك الجهاد؟ بلا شك أنه سبب ترك الجهاد في سبيل الله. ما ترك قوم، يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، يقول: ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.